هطلت اليوم على أغلب مناطق الدولة أمطار غزيرة نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي، كما شهد عدد من المناطق سقوط حبات من البرد وامتلاء أغلب السدود المتأثرة بالأمطار. تمام منتصف ظهر اليوم تراكمت سحب محلية نتيجة تأثر الدولة بمنخفض جوي، بدأت من منطقة مربض ومسافي اللتان شهدتا أمطارا غزيرة جرت على أثرها الأودية كوادي مربض ووادي مسافي ووادي صفي وصفني، ثم امتدت الحالة إلى سوق الجمعة، كما شملت الأمطار أغلب المناطق الجبلية ومناطق الساحل الشرقي ابتداء من دبل حصن مرورا بدبل فجيرة وخورفكان والبدية وعدد من مناطق الفجيرة وكلباء. هذا وقد شهد عدد من المناطق المتأثرة بالأمطار سقوط حبات من البرد وانخفضت على أثرها درجات الحرارة ووصلت إلى مستويات متدنية. هذا وقد امتلأت أغلب السدود المتأثرة بموجة الأمطار بمستويات عالية وغير مسبوقة، مبشرة بموسم شتوي ممطر بإذن الله. وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر. وهذه اللقطات من تصوير فريق مركز العاصفة، جعلها الله سقيا خير وبركة على البلاد والعباد.